بنات المهاجر إعلام لا حكومة له. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المغاربة، أخواتي المغربيات المقيمين خارج الوطن، نلتقي في هذه الحلقة الخاصة بأمر هام، أمر جلل، أمر يهم مستقبل كل المغاربة. إنها الانتخابات البرلمانية المغربية 2011، الأولى بعد التعديل الدستوري الذي طالما انتظره المغاربة، الأولى بعد ربيع عربي جرف الأخضر واليابس، بعد ربيع عربي وصل إلى المغرب بلغة التهذيب، بلغة الإصلاحات، استجاب لها الملك محمد السادس واستقبلها المغاربة بنسبة تصويت مرتفعة. معي هنا من العاصمة الأمريكية واشنطن السيد أبي بكر أبي السرور، موظف سامي بالبنك الدولي في العاصمة الأمريكية والرئيس المؤسس لأكاديمية ابن خلدون للتربية والتعليم في الولايات المتحدة. كذلك معي الأخ العزيز حسن سمعوني، رئيس نادي واشنطن المغربي الأمريكي وعضو فاعل في مغاربة العالم، وهو ممثل لهذه التنسيقية في الولايات المتحدة الأمريكية. معي كذلك السيد من مدينة برشلونة، معي السيد رشيد فارس عبر سكايب، وهو رئيس جمعية أصدقاء الصحراء المغربية، وكذلك هو ممثل لتنسيقية مغاربة العالم بإسبانيا. من إيطاليا معي عبد الكريم المردادي، وهو رئيس تحالف المغاربة المقيمين بإيطاليا. من فرنسا معنا السيد لحليس الحسين، وهو رئيس جمعية مغاربة وأصدقاء المغرب بفرنسا، وهو رئيس مؤسس كذلك لهذه الجمعية. من وارسو ببولونيا معنا السيد رضوان أبو هلال، نائب رئيس مؤسسة الصداقة البولونية المغربية. مرحبا بكم جميعا. السيد حسن، يقال أن المغاربة مهما رحلوا مهما غابوا فالمغرب يعيش فيهم أينما ذهبوا، هل هذا صحيح أم هو مبالغة؟ فيما يخص المغاربة في هذه العملية ديال المواطنة، هذه مسألة خاصة بالنسبة للناس ديال المغرب، أنهم فين ما مشاو تمغربيت ما تتحيدش، تتبقى معهم تمغربيت إلى الأبد، فين ما عاشوا وفين ما ماتوا إلا المغرب حاضر بقوة. سيد أبي بكر أبي السرور، ماذا تقول في من يقول عن مغاربة الخارج بأنهم أقل وطنية، لا يهتمون بأمور الوطن، هل هذا صحيح أم أن مغربيتهم متجذرة؟ قبل في بداية يوليوز طلب منا من المغاربة القاطنين بالخارج أن يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد. فالحكومة الأمريكية، الحكومة المغربية والأرقام الرسمية تقول أن نسبة المشاركة كانت 98%، أكثر من ما هو عليه الحال في المغرب 93%. فإذا كان هناك شك فليراجعوا له. أخ رشيد فارس، بوناس تارديس من إسبانيا. بوناس تارديس الأخ الوافي، وكنشكر قناة المهاجر اللي فتحت لنا يعني الباب باش نعبروا على المواقف ديالنا تجاه هاد القطيعه اللي دارت لنا الحكومه المغربيه بان حرمتنا من حق التصويت ومن حق المشاركه، رغم اننا كنا فعالين يعني في ايام اللي خطاب صاحب الجلاله اللي يعني اللي تكلم على الدستور الجديد وعلى حق الجاليه المغربيه ومغاربه العالم في التصويت، كنا من يعني الفعاليات الجمعويه اللي ساهمت في هذه اللقاءات. حضرت اللقاءات اللي تقاموا في اوروبا، واللقاء اللي تقام اللقاء الاخير اللي تقام في الدار البيضاء، لكن للاسف يا اخي ما عرفناش السبب علاش يعني هذا نكران لمغاربه العالم. السي عبد الكريم المردادي، احنا واش حنا اقل وطنيه من هذوك اللي في المغرب ولا شنو واقع؟
الغريب في الامر يعني ماشي هو اننا واش مغاربه اقل، لان هذا سؤال زعما ما يمكنش يرش في بالنا كمغاربه اللي كيحملوا هذاك الحب ديال الوطن رغم يعني بعد المسافات ورغم يعني كل ما نعاني سواء هنا في المهجر او متابعتنا كذلك.